مساء الخير، استكمالا للمرحلة الثانية من اياب بطولة سناب شيبس لكرة السلة، طبعا انطلاقة نارية كانت امبارح واليوم خاصة مع مباراة الشانفيل، إلى جنب طبعا اليوم مباراة حاليا مباراة هوبس وهومنت مان، إلى جنب جيرار حديديان ومارك خوري. خليني بلش مع جيرار حديديان. جيرار داركن للحيط، 5 انتصارات مع 5 هزائم، زاك لوفتن هذا العنوان العريض، كيف محضرين لهوبس خاصة عم يلعبوا بأجنبيين؟ مظبوط ايكول اليوم. زاك امبارح تمرن معنا اول تمرينه، شوي شوي بده وقت ليفوت بالجو معنا، بس اكيد لاعب كبير بيتاقلم بسرعه وراح يساعدنا كثير. التشكيله الاساسيه مبلش فيها كوتش جوم جاعس غير اعتياديه، مبلش بجد من دون جيمي. تشكيله كيف شفتها ولا ما طلعت عليها بعد؟ ما تبعتها ولا هلا انت عم تفاجئني فيها. اوكي، كيف محضرين لهوبس؟ محضرين كثير منيح، نعرف هوبس فريق خصم صعب دائما بيقاتل، بس رح نعمل المستحيل ورح نقدم مباراة حلوة. شكرا لك جيرار. ميناس قال لي ما صعب الأسئلة، أنا إيه سمعت منه. لا سأل بدك إياه. هينين هينين، يلا شكرا لك بالتوفيق. رح نروح لمارك. مارك راوي طبعا هوبس 2-8 انتصارين مقابل 8 هزائم أجنبيان اليوم، وهومنتمن عنوان العريض زاك لوفتن، كيف محضرين؟ زميلك السابق زاك لوفتن شهادتي مجروحة فيه. أنا زاك لوفتن برأيي يمكن بديش أقول لك أول أجنبي، يمكن مرة على لبنان من أول أجانب اللي إجوا على لبنان، شهادتي مجروحة فيه. بدنا نجرب اليوم الحد من خطورته ونجرب قد ما فينا، يعني ليك محضرين، بس إنه كل جيم عم نقول محضرين، عم نلعب منيح، عم نوصل لآخر كوارتر، عم نفرض بالآخر، بدنا عم نجرب نشوف شو هي المشكلة ونجرب نحلها بالتمرين، إن شاء الله اليوم الله يوفقنا، عم نلعب على أرضنا، بدنا نجرب قد ما فينا يعني صعب المهم نكون طف، نكون طف ونصعب المهم ونجرب نعمل مفاجأة مثل ما غير فرق عم تقدر تعمل، يعني إحنا ما نقصنا شيء عن غير فرق، بدنا نجرب قد ما فينا. شكرا لك بالتوفيق لك مارك خوري. طبعا نحن وياكم رح نروح بعد دقيقة لنشوف الفيرست فايف بين فريقين، طبعا هوبس وهومنتمن. طبعا هوبس عم يلعب المباراة بلعب باثنين اجانب، لاعبين اجانب، بينما فريق هومنتمن ضم له زاك لوفتن، امبارح تمرن اول تمرين معه ورح يخوض المباراة مع فريق هومنتمن. دقيقة وبنشوف معكم التشكيل الاساسي لفريقي هومنتمن وهوبس. عم تشوف امام طبعا تشكيله فريق هوب، جيسي جونز، جيسون صوفان، ابراهيم حداد، مارك خوري واوكيكي، بينما من ناحيه فريق هومنت من جاد خليل، جاري شيفيتشان عم بلش اساسي، زاك لوفتن، دوين جاكسون، وجيران حديديان. طبعا جيران حديديان مبلش اساسي بغياب طبعا المدرب جوم جاعس، فضل يلعب المباراة، يلعب أول 5 بغياب إلاي هولمان طبعا اللي قدم أول مباراة أمام فريق الماريس، سجل 7 نقاط مع 11 ريباوند. طبعا طاقم تحكيم لبناني زياد طنوس، عادل الخويري، كلود أبي جبرايل أمامنا، طاقم تحكيم لبناني. بعد من الحضور، حضور الجمهور طبعا المرحلة الثانية اللي انطلقت امبارح بفوز NSA على فريق ميروبا 71-66، واليوم فريق المريميين ديك المحدة قدر يلحق بفريق بيروت خسارته الثالثة بنتيجة 85-71. طبعا مباراة اليوم منتظرة بين الفريقين خاصة لفريق هومنتمن، فريق هومنتمن اللي عنده 5 انتصارات مع 5 هزائم، إذا بده يضل يصارع على المركز الرابع ويلحق فريق الشانفي اللي صار معه 7-4 عليه أنه يفوز اليوم ويكمل الضغط على فريق المريميين. أمامنا فريق هومنتمن المتجدد فينا نقول، مع زاك لوفتون، مع هولمان، أمامنا المدرب جوم جاعس الفائز بطولة لبنان مع فريق هومنتمن. عم نشوف زاك لوفتن اللي كان عمل سنة الماضي، خلينا نقوم طبعا نشيد الوطن اللبناني افتتاحا،
إذا مع النشيد الوطني اللبناني افتتاحا. نشيد هومنتمن. إذن جمهور هومنتمن اللي حاضر بالمباراة اليوم. هومنتمن بطل لبنان موسم 2017-2018 بطل العرب. أيضا رح يسحب مباراته اليوم لتحقيق انتصاره السادس ضمن دوري سنيبس شيبس لكرة السلة مع الوفد الجديد زاك لوفتون. السنة الماضية اللي كان أخذ فريق دينامو لنهائي بطولة لبنان لكرة السلة عنده معدل كان السنة الماضية 23 نقطة 4 ريباوند و 4 أسيست. انطلاقة الأولى جيسون صوفان عم ببلش عم بدافع عليه جاري دفاع مان تو مان مدرب جون جونز طبعا انطلاقة المباراة جيسي جونز. أوكيكي عم بدافع عليه جيرار. أوكيكي ووكينج على أوكيكي تورن أوفر. دفاع ممتاز من جيرار حديديان. طبعا جيرار اللي عم بقدم انطلاقة موسم مميزة. جاد خليل ايضا هو جاد خليل طبعا بدفع عليه جيسي جونز. جاد خليل جيرار حديديان بيروح الاستعراض. جيرار حديديان اولى نقاطه بيختارها طبعا استعراضية اولى نقاطه لجيرار تقدم. اوكيكي ابراهيم حداد جيسون صوفان جيسي جونز. جيسي جونز اكي 3 بوينت. جيسي جونز ما بيسجل ريباوند لمين زاك لوفتون. زاك بدفع عليه جيسون صوفان. زاك لوفتون جيرار حديديان دوين جاكسون اكي 3 بوينت. دوين جاكسون بيسجل ايضا. دوين جاكسون اولى نقاطه ايضا بيختار اكل 3 بوينت. دوين جاكسون هيدي ثلاثيته ال 27 بالموسم 34% نسبة اكل 3 بوينت. جيسون صوفان بيروح على الباسكت كرة بتروح لفريق هومنتمن صعب له المهمة. جاري امامنا بالصورة دوين جاكسون 27 ثلاثية. دوين عم يدافع عليه جيسي جونز بعد بده ثلاثيه وحده بعدله لجيسي جونز معك 3 بوينت. جيرار حديديان جيرار جاد خليل جاري دوين جاكسون معك 3 بوينت. دوين جاكسون مره ثانيه ست نقاط ثلاثيتين ورا بعض وبيعدل صاروا 28 ثلاثيه لدوين جاكسون مثله مثل جيسي جونز اللي معه 28 ثلاثية. اوكيكي جيسون صوفان طبعا هوبس عم يلعب بلاعبين اجانب مثله مثل هومنتمن ما عم يستفيد من ثلاث اجانب. مارك خوري ارك 3 بوينت بلوك فايوليشن 24 ثانية بتنتهي. انطلاقة ممتازة لفريق هومنتمن. جاد خليل سكرين من جيرار. زاك لوفتون جيرار حديديان عم يلعب عوكيكي. جيرار حلوة كتير يا جيرار. تايم اوت سريع للمدرب زياد الناطور. فريقه عم يتأخر 0-10 مع انطلاق المباراة دقيقتين ونص. جيرار حديديان 4 نقاط 10-0 عم يتقدم هومنتمن 7 دقائق و22 ثانية على أو دقيقتين ونص على بداية المباراة. أمامنا بالصورة زياد الناطور تعليماته سريعا لفريق هوبس اللي عم يتأخر مع انطلاق المباراة. أمامنا بالصورة رئيس نادي هوبس جاسم أنسو والجانب خيو طبعا حسين أنسو
هذا امين عمتي، امين عمتي حد اثنين لكره السله شرب الرزق ياسر الحج وباتريك لحود، كمان تعليمات ايضا جاد الحج مدرب فريق الحكمه بيروت ومنتخب لبنان لكره السله. يوصل من ايران امبارح مدرب جاد الحج. نشوف بعد التايم اوت المدرب زياد ناطور والتعليمات للاعبينه. جيسي جونز جيسون صفان جيسي جونز مارك خوري مارك 3 بوينت مارك خوري ما بيسجل كرة بتروح جاري زاك لوفتون زاك كثير حلو الباس استعراض خطأ باس ممتاز من زاك كان رايح الاستعراض جرار حديديان عم تشوف بالإعادة نقولك باس جرار بالاستعراض يحصل على الخطأ جرار حديديان ما بيسجل أولى قبل هالمباراة جرار كان عنده نسبة 64% على الفري ثرو 18 من 28 بيسجل ثانية خمس نقاط لجرار جيسون صوفان مارك خوري جيسي جونز أكل 3 بوينت جيسي جونز يحصل على خطأ الخطأ الأول عدوين جاكسون اللي عم يحتج عند حكم المباراة عادل خويري ثلاث تسديدات لجيسي جونز معدل 21 نقطة بالمباراة الوحدة مع 4 ريباوند 6 اسيست بسجل أولى جيسي جونز طبعا عن الفري ثرو جيسي جونز قبل هالمباراة نسبته 69% 29 من 42 بسجل الثانية وعن 3 بوينت هو أفضل مسجل بطولة لبنان 28 ثلاثية بنسبة 37% عن 3 بوينت وثلاثة من ثلاثة لجيسي جونز ثلاث نقاط عم تشوف مدرب زياد ناطور عم يقلب دفاعه للبريس زاك لوفتون مدافع مارك خوري زميله السابق بالدينامو زاك لوفتون فضيه لجاد كمان جاد زميله لزاك زاك لوفتون بروح على الباسكت بس على الخطأ وباسكت ان من زاك لوفتون أولى نقاط بطولة لبنان لكرة السلة لموسم 2023-2024 عم بيسجلها بهالأثناء زاك لوفتون نشوف بالإعادة طريقة تسجيله بسجل زاك لوفتون موسم الماضي كان معدله مع دينامو 23 نقطة مع 4 ريباوند و 4 أسيست مارك خوري جيسون صوفان اوكيكي وصلها لمارك خوري جيسون صوفان جيسي جونز اركي 3 بوينت جيسي جونز ما بيسجل بيحمل كرة جاد خليل شوف بفريق هوبس الحلول عم تكون قليلة 14-3 عم يتقدم هومنتمن جرار حديديان زاك جاد خليل جاد لعبها لجرار تحت الباسكت جرار حديديان بيسجل نقطة تاني جديد روتيشن ممتازة نقطة السابعة لجرار ابراهيم حداد ابراهيم حداد بيعم درايف على الباسكت دفاع ممتاز من جرار بقى 9 ثواني لفريق هوبس يتصرف بالهجمة
اوكي كي. جيسي جونز بروح على الباسكت. جيسي جونز اللي بيتابع وماركور على مرحلتين لكن ما بيسجل ايضا بعد فريق هوبس ما دخل بجو المباراة. زاك لوفتون بيقطع ماركور بتعرض للبلوك شوت. بلوك شوت من اوكيكي. ماركور بروح على السلة لحاله. ماركور بلوك شوت ممتاز من جيرار حديديان. حاضر دفاعا وهجوما جيرار. شوف بالإعادة البلوك شوت الممتاز من جيرار حديديان. أدخلت على هجمة طبعا. أوكيكي جيسون صفان. إبراهيم حداد دفاع ممتاز من هومنتمن. قطع الكرة دوين جاكسون. أركي ثري بوينت دوين جاكسون ما بيسجل. كان معه زميله دوين جاكسون المفروض يمرر. بيعتذر من مدربه جوم جاعز. ستعش ثلاثة عم يتقدم هومنتمن. شوفني قاش بين المدرب زياد الناطور والحكم عادل خويري. 4:34 عن نهاية الربع الأول. فريق هوبس ما قدر يسجل أكثر من ثلاث نقاط. جيسي جونز. جيسون صوفان. أوكيكي عم يلعب عليه لجيرار. أوكيكي ما بينجح إنه يسجل. ممتاز جيرار اليوم. زاك لوفتون. جاد خليل لزاك. جيرار حديديان. حلوة كتير اللعبة. حلوة كتير اللعبة والاستعراض من لاعبي هومنتمن بين زاك لوفتون وجيرار حديديان ودوين جاكسون. نقطة الثامنة لدوين. كتير عم بيعلوا دفاعهم كمان ما يستفيد جيسي جونز من الثلاثيات. إبراهيم حداد. دفاع هومنتمن ممتاز. إبراهيم حداد بيخطف الخطأ. يعمل درايف على السلة. خطأ من دوين جاكسون. الخطأ الثاني على دوين جاكسون. خروج جيسون صوفان ودخول علاء صباغ بدلا منه. إبراهيم حداد ما بيسجل أول. إبراهيم معدو على الفري ثرو هالسنة 63%. 10 من 16. تاني بيسجلها. أولى نقاطه لإبراهيم حداد. وهولمن عم يتحضر للدخول. بينزل بدله من دوين جاكسون. هولمن لأول مباراة خاضها أمام فريق الشانفيل سجل 7 نقاط مع 11 ريباوند. جاري زاك لوفتون. زاك أكل 3 بوينت. زاك راح أسيرة صباغ للديفنس منه. جيسي جونز. ماركوري صباغ. الصباغ اوكيكي هاكي 3 بوينت. جيسي جونز بيسجل. جيسي جونز هيدي ثلاثيته 29 والنقطة السادسة بالمباراة. 6 نقاط من اصل 7 لجيسي جونز لفريق هوبس. جاد خليل. هولمان. جاري هاكي 3 بوينت. جاري عم بيسجل اكسترا باس من هولمان. وجاري عم بيسجل اولى نقاطه عن اركي 3 بوينت. وجاري شيفيشان صار معه 18 ثلاثيه. وهون الى هولمان على الاستعراض تعرض للبلوك شوت من اوكيكي. ممتازه دفاع ماركوري. فاست بريك. ماركوري يفضل يروق الكره. جيسي جونز صباغ. اوكيكي يلعب عليه لهولمان على البورد. بيختار اوكيكي
ولانياتو. طبعا اوكيكي لعبين مباراتين معدل 12 نقطة 13 ريباوند واثنين اسيست. جاري اي في 3 بوينت، جاري بعيد الريباوند لاوكيكي. فاري هوبس بلش يحرم جيسي جونز، يروح على الباسكت جيسي جونز، ممتاز دفاعه لزاك لوفتن، باس حلو لجاري، باس بريك جاري، حلوة كتير الفينش من جاري، نقطة الخامسة 23-9 آخر دقيقة ونص من الربع الأول. جيسي جونز صباغ بروح على الباسكت، صباغ هولمان، جبل هولمان، خروج جيسي جونز ودخول عبد صباغ. جيمي سالم عم تحضر دخول من هومنتمن ايضا بدلا من زاك لوفتن، لا بدلا من جاد خليل. جاد خليل عم يخرج، عنده معدل بالمباراة الواحدة 10 نقاط 4 ريباوند 4 اسيست. مارك خوري حلو كتير دعانا، يعني عمل الصعب مارك، عمل الموف لكن الفينش ما كانت ناجحة. زاك لوفتن، جيمي سالم، هولمان، جاري، زاك حلو كتير الروتيشن، لازم يخلصها من الأول دغري. أوكيكي تاني بلوك شوت 24 وبيجوا طبعا الكرة، لازم جرار كان يطلع دغري يخلص بعد التمريرة من هولمان. صباغ عبد لمارك لعلاء، خوين صباغ عارف الملعب، بعيدة التسديدة، بعيدة وبيسجلها عبد صباغ، ولانياتو بيختار عن اكل 3 بوينت، الفريق بينزل ل 11 12 23. جاري جيمي لجاري، جاري اكل 3 بوينت ما بيسجل، صاروا كثير خطرين هومنتمن تحت السلة، باسكت ان لاي هولمان عم بيسجل، ولانياتو بيحصل على الخطأ، الخطأ الثاني. الخطأ الثاني على اوكيكي، هولمان بيسجل نقطة الثالثة، بده ينتبه اوكيكي ومدرب زياد الناطور. ابراهيم حداد ميد رين شوت، ابراهيم حداد بيسجل ثلاث نقاط لابراهيم، باقي ثانية نهاية الربع الأول، قدر انه تدخل نهاية الربع الأول بتقدم فريق هومنت من على فريقه ب 26-14. شوف احتجاج من طبعا زاك لوفتن عم بيطالب بخطا، 26-14 بنتهي الربع الاول، طبعا افضل مسجل لحديث هلا بالمباراه دوين جاكسون 8 نقاط، 7 نقاط لجيرار حديديان، 6 نقاط لجيسي جونز. طبعا هوبسي كان بلش بطيء لكن قدر يرجلج مع انتصاف الربع الأول ويسجل 14 نقطة، يرجع مع نهاية الربع الأول. بعد من الجمهور عم يحضر مباراة اليوم، المباراة الثالثة ضمن المرحلة الثانية من إيب سنيبس تشيبس لكرة السلة. بكرة معهد الأنطوني مع الرياضي بيروت الساعة 5 إلا ربع مباشرة على اس بي اي وعلى ام تي في طبعا. والأربعة الحكمة بيستضيف أنترانيك بغزير بنهاية المرحلة الثانية من إياب بطولة لبنان لكرة السلة. طبعا المدرب زياد ناطور عم يلعب بتشكيلة لبنانية بحتة، بيسحب أوكيكي
لا خطأين طبعا. اوكي كيم ارتكبوا خطأين. عمر الجمل اول دخول لإله مع انطلاق الربع الثاني. نعم نشوف زميلنا نمر حتى زاك جاري هولمن عم يدافع عمر الجمل. زاك لوفتن على الريبون. زاك لوفتن ما بيسجل. عمر الجمل على الريبون. تكنيكال فاول على زاك لوفتن. احتجاج واضح من قبل زاك لوفتن. كان عم يطلب بخطأ بعد التسديد. كان عم يطلب بخطأ. زاك لوفتن تعرض للتكنيكال. هيدا هو زاك بيتعاقد مع زاك. بده يتحمل زاك. مارك خوري بيسجل الأولى. مارك ولنقاطه لمارك خوري. تكنيكال فاول بيسجلها مارك. ابراهيم حداد صباغ. مارك خوري ابراهيم حداد الصباغ بس حلوه كثير. حلوه كثير من الصباغ. علاء صباغ الفلوتر. جاري جيمي سالم. زاك جاري شوف دفاع منطقة من زياد الناطور. زاك لوفتن ووكينج دفاع ممتاز. عم يطلب جاد خليل عم يتحدى الدخول بدلا منه. كان ارتكب تورن اوفر. رايم حداد جون بول. يخرج زاك لوفتن. عبد صباغ. عمر الجمل روح اسلي. عمر الجمل دفاع من هولمان. جيمي سالم فاست بريك. جاري اركي ثري بوينت. جاري ما بيسجل. ريباوند لمين؟ للجمل. سريع الصباغ بيروح على السله بيعطي ابراهيم حداد. حلوه كثير من فريق نقطه الخمسه لابراهيم حداد وفريق هوبس. عم بيقلص الفرق لسبع نقاط. دوين جاكسون طبعا. جاري شوف تسرع فريق هومات من جاري. ما بيسجل. هولمان على الريباوند بيسجل الباسكت ان إلي هولمان. طبعا فريق هوبس مع انطلاق الربع الاول عم يلعب بلاعبين المحليين. الربع الثاني عفوا مش الربع الاول. بنشوف بالاعاده هولمان خروج جيرار ودخول دوين جاكسون. وطبعا جاري عم يخرج بيدخل بدلا منه جاد خليل او لا بيدخل بدلا منه جابي عجميام. ايلاي هولمان خمس نقاط 28 19. علاء مارك خوري لعلاء. ابراهيم حداد. ابراهيم حداد بيعمل فيك بيروح على الباسكت. حداد ريباوند لمارك خوري. ممتاز ممتاز مارك خوري. ثلاث نقاط لمارك. حلو كثير الطريقة اللي تابع فيها مارك خوري. جاد خليل دوين جيمي سالم بس على الخطأ. الخطأ الثاني على إبراهيم حداد.
رفعت حرب من ناحية هوبسي بيدخل، وجيسي جونز أيضا برجع بيدفع فيه المدرب جيمي سالم، ما بيسجل جيمي سالم السنة على الفريسو 59%، 24 من 41 قبل المباراة، تاني بيسجلها ولنقاطه لجيمي سالم. عبد صباغ، عمر الجمل لعبد، جمل جيسي جونز يعمل درايف على الباسكت، جيسي جونز ووكينج دفاع من دوين جاكسون 29-21. جاد خليل، دوين جاكسون، يابي عجميان، عجميان وصل لهولمن وبيسجل هولمن، 7 نقاط لهولمن. فلا عم يطلع لعشرة. صباغ بيروح على الباسكت، ممتاز علاء صباغ نقطته الرابعة. جيمي سالم، دوين جاكسون، يابي عجميان عم درايف على الباسكت بس على خطأ من رفعت حرب، خطأ الأول على رفعت حرب. شوف بالإعادة خطأ رفعت. انباوند لهومنتمن، هولمن، جاد خليل مدفع ليه صباغ، يابي عجميان يفضي لجيمي سالم، أكي ثيبون جيمي سالم ما بيسجل، ريباوند لهولمن، باسكت إن لإلاي هولمن، عم يستفيد كتير هولمن نقطة التسعة بغياب أوكيكي، أوكيكي معه تو فاولز، المدرب زيادة الناطور عم يرجع يدفع فيه، ما بده طبعا يخاطر أكتر. عم نشوف تفوق واضح هولمن، خروج رفعت حرب، كان مطلوب منك رفعت بوكس اوت، دفشوا لبرا لهولمن. 9 نقاط لهولمن و10 نقاط لهولمن. تاني مباراة له هيدي، تمام امام الشانفيل انالكم، كان سجل 7 نقاط مع 11 ريباوند. عبد صباغ مرة لجيسي جونز، مضايقة من جاد خليل، كرة بتضلها مع فريق هوبس، 5 دقايق و45 ثانية عن نهاية الربع الثاني، فرق 11، فريق هوبس قدر يدخل بجو المباراة. صباغ أكي 3 بوينت، صباغ بعيد التسديدة، الكرة بتروح أو بتضلها مع فريق هوبس. عمر الجمل عم بيقاتل على الريباوند، لعب فريق الرياض الموسم الماضي المعار لفريق هوبس. علاء صباغ بيروح على الباسكت، حلوة كتير البنتريشن، 6 نقاط لعلاء صباغ، طبعا مع دخول الأخوين صباغ شفنا تطور بأداء فريق هوبس، إن كان عبد أو حتى علاء. 6 نقاط لعلاء لهلا، وهيدي السابعة، 7 نقاط لعلاء مقابل 3 لعبد، اثنيناتهم مسجلين 10 نقاط. جابي عجميان بيروح على الباسكت، جابي عجميان حلوة كتير هالسلة، قلب كبير لجابي. جيسي جونز وصل الكرة لمين؟ لأوكيكي، يسعى خطأ من جابي، خمسة
خطأ أو خطأ الثاني على جابي عجميان. كرة مع فريق هوبس انباوند. كرة مقطوعة. جاد خليل عجميان. دوين جاكسون. جاد خليل لدوين. لاي هولمان في بوجه اوكيكي. جاد خليل لجابي. سبع ثواني. خطأ هجومي من جابي عجميان. بيرتكبوا على علاء صباغ. خطأ الثالث على جابي. تحضر للدخول طبعا جاري شيفيشيان. بدلا منه ثلاث أخطاء على جابي عجميان. 36-26 فرق 10. جيسي جونز خطأ على جاد خليل. تو شاتس. صاروا بالبونيس طبعا فريق هوبس. جيسي جونز ست نقاط لهلا على فريسو. جيسي جونز 69% هالموسم. 29-42 بيسجل الاولى نقطه السابعه. طبعا هو افضل مسجلي عن ارك 3 بوينت ب 29 ثلاثيه. سجل ثانيه دغري وراه. بيجي دوين جاكسون ب 28. جاد خليل كره مقطوعه. جيسي جونز بيروح على السله. جيسي جونز تعرض لوشوت من دوين جاكسون. كره بتروح لفريق هومنتمن. جيسي جونز كان لازم يروح. أصر إنه يلعب عليه لدوين جاكسون. نشوف بالإعادة البلوك شوت. جاد خليل دوين جاكسون جاري هولمان. دوين جاكسون أنتيسيبو. دوين جاكسون ما بيسجل. كانت سريعة منك. جيسي جونز عمر الجمل أكي سيبوند. الجمل ما بيسجل. ريبوند جاد خليل. جيمي سالم بروح على الفصل. جيمي سالم لهولمان بيسعد خطأ. بيحصى خطأ وباسكت إن لإيلاي هولمان. نقطة 12 لهولمان. وبيحصى خطأ. عم نشوف بالإعادة جيمي سالم كرته لهولمان والخطأ على علاء الصباغ. خطأ الأول. 12 نقطة لهولمان. عبد صباغ يخرج وعمر الجمل بيخرج. دخول مارك خوري وابراهيم حداد. اخر 3 دقائق واخر 4 دقائق من عمر الربع الثاني. فرق 10. هولمان بيسجل ايضا. 13 نقطة لهولمان. زاك لوفتون بعده خارج الملعب. مارك خوري. جيسي جونز أركي سيبون. جيسي جونز عم بيسجل. جيسي جونز 11 نقطة لجيسي جونز. صار معه 30 ثلاثية. عم يبتعد بثلاثيتين عند وين جاكسون. جاري أركي سيبون. جاري ما بيسجل. كرة برمت بشكل ممتاز عند هومنتمن لكن ما بتنجح انه تدخل. صباغ أكل 3 بوينت سريعة كانت. جاد خليل حلوة كتير اللعبة. حلوة كتير. حلوة كتير الروتيشن بين لاعبي فريق هومنتمن وجيمي سالم. عم بسجل نقطة الثالثة. رح نشوف بالإعادة هاللعبة. طبعا تايم أوت للمدرب زياد الناطور. فريقه ما عم يقدر يقلص الفارق. فريق هومنتمن عم ينجح يحافظ على فارق 10 نقاط. عم نشوف تمرير جات لهولمان وجيمي سالم عم بيسجل.
نقطته الثالثه اخر ثلاث دقائق من عمر الربع الثاني 41-31. هومنتمن عم يتقدم وسريعا هولمن افضل مسجل بالمباراه دغري وراء جيسي جونز ب 11 نقطه. المدرب جوم جعس عم يعطي التعليمات والصليب الاحمر اللبناني طبعا موجود بكل مباريات بطولة سناب شيبس لكرة السلة. طبعا هذه المباراة الثالثة من المرحلة الثانية من اياب البطولة. اليوم طبعا بعد الدور الساعة 5 الا ربع المريميين كانوا بحققوا انتصارهم السابع على فريق بيروت بنتيجة 85-71. خسارة الثالثة لفريق بيروت. طبعا ان اس اي امبارح كان عم بيفوز 71-66 على ميروبا. ميروبا اللي كان متقدم بفارق 16 نقطة مع انطلاق الربع الأخير. ما بينجح انه يخلص المباراة بربح. طبعا اليوم هومنتمن مطالب بالفوز ليضل لاحقوا لفريق المريميين. نشوف بعد تايم اوت كيف راح يتصرف رجاء المدرب زياد الناطور. مارك خوري مارك خوري بيلعب على جاري. مارك خوري ووكينج على مارك خوري. زاك لوفتون عرض الملعب مجددا بدلا من جاد خليل. نشوف بالإعادة الووكينج اللي ارتكبه مارك خوري. 41-31. آخر دقيقتين ونص من عمر الربع الثاني. زاك كلوفتون عم بدافع عليه طبعا علاء صباغ. زاك كلوفتون أغلي 3 بوينت. زاك كلوفتون ما بيسجل. ثلاث نقاط لزاك مباراة اليوم. إبراهيم حداد صباغ. إبراهيم أغلي 3 بوينت. إبراهيم حداد ما بيسجل. جيمي سالم. جاري. زاك. جيرار حديديان. لزاك. دوين جاكسون. على الكورنر. زاك كلوفتون. تمريرة مقطوعة. دفاع ممتاز من هوبس بهاللحظات. فرصة يقلص الفارق لأقل من 10 قبل نهاية الربع الثاني. جيسي جونز. دفاع ممتاز من دوين جاكسون. زاك كلوفتون بده يسدد. اكلي 3 بوينت. زاك كلوفتون اكلي 3 بوينت ما بيسجل. ريباوند لمين؟ الكرة بتخرج. زاك كلوفتون طبعا بيخرج. جيسي جونز اللي بيدخل بدلا منه عبد صباغ. عمر الجمر عم يتحضر الدخول باخر دقيقة. مارك خوري لنشوف هل رح يقدر فريق هوبس يقلص الفارق لأقل من 10 قبل نهاية الربع الثاني. صباغ كرة بتضرب بإجره تروح الكرة لفريق هومنتمن. تايم اوت للمدرب جوم جاعس بآخر دقيقة وخمس ثواني على نهاية الربع الثاني.
أمامنا المدرب جوم جاعز. فريق هومنت من المتجدد فينا نقول مع هولمن وزاك لوفتون. طاقم تحكيم لبناني طبعا اليوم بقيادة زياد طنوس، عادل خويري وكلود أبي جبرايل. الربع الأول انتهى 26-14 لفريق هومنتمن، حاليا 41-31. نشوف اخر دقيقة وخمس ثواني من عمر الربع الثاني. جرى حديد يوم هولمن عم يدافع لعمر الجمل، هولمن ما بينجح انه يسجل ايضا لمرتين ورا بعض. عمر الجمل جود ديفنس من عمر الجمل. اخر 47 ثانية صباغ اكل 3 بوينت ما بيسجل ايضا. فريق هوبس مصر انه يسجل اكل 3 بوينت. جاري لجيمي لجيرار بس على باسكت ان جيرار حديد جان. لعبه ممتازه بين لاعبي فريق هومنتمن، الفرق بيطلع ل 12 وجيرار حديد جان بيسجل نقطته التاسعه. شوف بالاعاده جاري جيمي وجيرار ممتازه هاللعبه، الفرق بيطلع ل 12. طبعا خلينا نقول نشوف جيرار حديديان يسجل. جيرار حديديان نقطه العاشرة. ابراهيم حداد عمر الجمل اكل 3 بوينت. عمر الجمل فريق هوبس كثير عم يعتمد تجديد من مسافة البعيدة، طبعا هذا الشيء راح يرجل جمعة فينا نقول المدرب زياد ناطور. اخر 12 ثانية زاك لوفتون 44-31 عم بدفع عليه الصباغ، بده يشوت زاك. لا بيعمل فنتريشن زاك لوفتون بايده الشمال ما بيسجل. هولمن تحت السلة هو اللي بيسجل. هولمن نقطه ال 15 مع نهاية الربع الثاني بتقدم فريق هومنتمن 46-31. طبعا فريق 15 نقطة. نحن وياكم طبعا رح نرتاح لعشر دقائق. 46-31 قدر فريق هومنتمن ينهي الربع الثاني متقدما على صاحب الارض فريق هوبس 15 نقطة. رح نرتاح نحن وياكم لربع ساعة 10 دقائق تقريبا، بعدها بنرجع للمباراة بين فريقي هومنتمن اللي عم يسعى انه يحقق انتصاره السادس ويلحق فريق المريميين، وفريق هوبس بيروت اللي بده يحقق انتصاره الثالث. 10 دقائق وبنرجع لكم.
عودة معكم للربع الثالث من مباراة هوبس وهومنتمن. انطلاق الربع الثالث 46-31 15 نقطة. هومنتمن عم يتقدم. دوين جاكسون جرار حديد يوم يدرن الشوت ما بيسجل. ريبوند لمارك خوري. عبد صباغ علاء صباغ مارك خوري. صباغ باقي 3 ثواني سنتين بده يتصرف فريق هوبس. زاك لوفتون جيرال حديديان رايح للاستعراض. جيرال حديديان بتسجل نقطة 12 على الرايق. 12 نقطة لجيرال حديديان. علاء صباغ اوكيكي بيروح على الباسكت. حلو كتير دعانا محاولة استعراض اوكيكي. زاك لوفتون اجي 3 بوينت. زاك لوفتون ما بيسجل. ريباوند لمين؟ ريباوند لاوكيكي. بس نقطتين اوكيكي عنده معدل 12 نقطة مع 13 ريباوند و2 اسيست. إيلاي هولمن لهلا 15 نقطة 7 ريباوند. جيرال حديديان 12 نقطة. صباغ بيروح على الباسكت. صباغ حلوة كتير تحت السلة. مارك خوري نقطة الخامسة لمارك. زاك لوفتون دوين جاكسون تحت الباسكت. جيرال حديديان هو اللي بيسجل ايضا 4 نقاط متتالية لجيرال. نقطة 14 لجيرال حديديان. صباغ عمر الجمل يعمل درايف. عمر الجمل تورن اوفر بتروح على الكرة لفريق هومنتمن. زاك لوفتون زاك جاد خليل دوين جاكسون. دوين عالك دي 3 بوينت. دوين جاكسون بيسجل. دوين جاكسون نقطه 11 لدوين جاكسون. ثلاثيته 29 مقابل 30 لجيسي جونز. صباغ بيدعس على لا خطأ خطأ من جاري. الخطأ الأول على جاري شيفيشيان. 53-33 فرق 20 نقطة. على تورن أوفر بتروح ترجع لفريق هومنتمن. جاد خليل دوين جاكسون زاك لجاد. دوين جاكسون اكل 3 بوينت. دوين جاكسون عم بيسجل نقطه 14 وثلاثيته 30 وبيتعادل مع جيسي جونز. كل لاعب منهم 30 ثلاثية بهالموسم. وعم يتقدم فريق هومنتمن بفرق 23 نقطة 33-56 مع مرور 3 دقائق على بداية الربع الثالث. أمامنا مدرب جوم جاعز. طبعا المدرب غسان سركيس حقق انتصاره الخامس من لحظات بالدوري العراقي لكرة السلة. فريق الشرطة على حساب فريق الكهرباء كان متأخر بفرق 3 بين الشوطين رجع قدر يربح 95-74.
طبعا مدرب فؤاد ابو شقره قدر يعمل وصيف بطل العرب الاسبوع الماضي. امامنا طبعا جاسم انصر رئيس نادي هوبس وحسين وامين عام الاتحاد لبنان لكره السله المحامي شرب الرزق. نشوف ردة فعل لاعبي فريق هوبس بعد تايم اوت. عم يتحضر دخول جيمي سالم صباغ علاء عمر الجمل لعلاء اجي 3 بوينت ما بيسجل. ريباوند لمين؟ لاوكيكي بيعمل كنترول الجمل اجي 3 بوينت مره ثانيه عمر الجمل ما بيسجل. دوين جاكسون اجي 3 بوينت دوين جاكسون المره الثالثه ورا بعض ما بينجح. الريباوند لمين؟ جيرار جاد خليل جاد خليل جاري اجي 3 بوينت جاري جيفيشون ما بيسجل. ريباوند لاوكيكي صباغ فاست بريك بيقطع عن زاك لوفتن بيحصل على خطا الخطا الثاني خروج جاد خليل ودخول جيمي سالم. عبد صباغ اوت اوف باوند ومتحضر الدخول جيسون صوفان وابراهيم حداد بدلا من عبد صباغ وعمر الجمل. جيسون صوفان جيسي جونز بعده خارج الملعب ما دافع فيها المدرب زياد الناطور. مارك خوري اركي 3 بوينت ابراهيم حداد ما بيسجل. اوكيكي على الريباوند كنترول زاك لوفتون هو اللي بيعمله. جاري اركي 3 بوينت جاري جيفيشون ما بيسجل. جيرار علي كثير على الريباوند جيرار حديديان كثير حلوه من جيرار حديديان نقطه 16 لجيرار حديديان كثير عالي على الريباوند 16 نقطة مع 2 ريباوند و 2 اسيست لجيرار. مارك خوري مارك خوري بيعمل الفيك مارك خوري بيسجل لمارك خوري نقطة 7 لمارك. زاك لوفتون زاك بيسجل زاك لوفتون نقطة الخامسة لزاك. صباغ مارك خوري لصباغ جيسون صوفان صوفان بيروح على الباسكت صوفان بيسجل حلو كتير ولنقاطه. زاك لوفتون جاري درايف على السلة جاري بس على خطأ باسكت ان جاري جيفيشيان 7 نقاط لجاري معدله 10 نقاط مرات الوحدة جاري صار مسجل 7 عم شوف بالإعادة خطأ على إبراهيم حداد. وقت كان بعده ماشي طبعا رح يروحوا ل IRS الحكام كرمال يتاكدوا من الوقت بتصور. جاري شيفيشيان بيسجل نقطته الثامنه وبيخرج بيدخل بدلا منه جابي عجميان 63 37
مارك خوري، ابراهيم حداد، جيسون صوفان، صباغ لجيسون، مارك خوري يعمل فيك بدافع عليه، مارك خوري بدافع عليه كان دوين جاكسون، زاك لوفتون، جيمي سالم يخسر الكرة، خطأ من جيمي على مارك خوري، خطأ الأول من جيمي. طبعا جيسي جونز بعد ما دخل بالربع الثالث، جيسون صوفان، ابراهيم حداد، جيسون، كرة مقطوعة، جيمي سالم، فاست بريك سريع جيمي سالم بس على الخطأ، خطأ من جيسون صوفان، خطأ الثاني على جيسون صوفان. شوف بالإعادة جيمي سالم 59% على الفريس رقم بمباراة اليوم 24 من 41، بضيع الأولى جيمي سالم، معدله بمباراة الوحدة هالموسم 11 نقطة 4 ريباوند و2 أسيست، لحديت هلأ 3 نقاط لجيمي، وهيدي أيضا تاني برا. أوكيكي، مارك خوري، عبد صباغ، أكل 3 بوينت، عبد ما بيسجل، ريباوند لجرار حديديا، جيمي سالم، كرة مقطوعة من صباغ، بتضل مع مارك، للصباغ لمارك خوري، حلوة كتير اللعبة بيناتهم، مارك خوري بيسجل نقطته التاسعة، أسيست حلو من صباغ. دوين جاكسون، كرة أيضا مقطوعة، إبراهيم حداد، مارك خوري بيعمل كنترول، جيسون صوفان، مارك خوري بيروح على السلة بس على خطأ، باسكت إن من مارك خوري نقطته ال 11. أمامنا بالصورة مدرب جاد الحاج، رئيس نادي الدينامو فيصل العاوي، وباتريك لحود، مارك خوري ما بيسجل، مارك 11 نقطة، مارك خوري مع 7 ريباوند لمارك خوري 11-7. خطأ الثاني على عبد صباغ، على مارك خوري، مش على عبد، على مارك خوري، زاك لوفتون، أركي 3 بوينت، زاك لوفتون ما بيسجل، جيسون صوفان، مارك خوري، أركي 3 بوينت، مارك خوري ما بيسجل، ريباوند، اخر دقيقتين من عمر الربع الثالث، حلو كثير اللعبه بين جيمي سالم وزاك لوفتون، يحصل فيها على خطأ 63-41. جيرار حديد يوم ميدل شوت، جيرار على البورد ما بيسجلها، ابراهيم حداد بيدعس على الزيع، ابراهيم حداد عم يتحضر للدخول بفريق هومنتمن، بيدخل هولمان وجاد خليل بدلا من جيرار حديديان وزاك لوفتون،
جاد خليل، دوين جاكسون، دوين جاكسون، خطأ الثاني على إبراهيم حداد، تسديد تاني لدوين جاكسون صاحب 14 نقطة بمباراة اليوم. دوين جاكسون معدل بمباراة الوحدة 19 نقطة، دوين مع 7 ريباوند و3 اسيست، بيسجل نقطه 15. دوين جاكسون على فري ثرو، دوين جاكسون هالموسم نسبته ممتازة 81%، 22 من 27، بيسجل ثانية ايضا 16 نقطة. صباغ عبد جيسون صوفان، مارك خوري، كرة مقطوعة، جابي عجميان بتعرض للبلوك شوت من مارك خوري، ممتازة اللعبة من مارك، مارك خوري صباغ، شوف البلوك شوت من جابي، من مارك على جابي، خطأ، خطأ الرابع جيسون صوفان صاحب النقطتين مباراة اليوم. جيسون صوفان ما بيسجل، ايضا تاني ما بيسجلها جيسون صوفان، يابي عجميان تاني بلوك شوت ورا بعض، مارك خوري بيخرج ليرتاح، بيدخل بدلا منه عمر الجمل ورفعت حرب، حتى اوكيكي عم شوف بالاعاده، مارك خوري حطه براسه لجابي، اثنين بلوك شوت ورا بعض على جابي. جيمي سالم، جيمي، دوين جاكسون، جيمي سالم، جاد خليل، اكل 3 بوند، جاد خليل ما بيسجل، ريبوند دوين جاكسون لجاد، جيمي اكل 3 بوند، دوين ما بيسجل الريبوند، بيعمل كنترول ابراهيم حداد، اخر هجمة بالربع الثالث، تورن اوفر على ابراهيم حداد، ووكينج اخر 14 ثانية من عمر الربع الثالث. جاد خليل، دوين بسبع ثواني، جيمي اكلي 3 بوند، بيسجل جيمي سالم اكلي 3 بوند، نقطه اساسي لجيمي سالم، والفرق عم يطلع 68 41. طبعا المدرب زياد ناطور اللي لعب اخر دقائق الربع الثالث من دون اجانب، بلا اوكيكي وبلا جيسي جونز، خلينا نقول المباراة يعني بعرف كثير بكير نقول حسمت في 10 دقائق، لكن مع بدايتها ببين اذا هوبس سلم المباراة، وهومنت من اقترب لتحقيق انتصاره السادس. وهيدا جمهور ومات من الحاضر،
ياسر الحج، جاسم أنصو، وحسين أنصو. أمامنا كانوا بالصورة. بيت صباغ على أرض الملعب طبعا. علاء، عمر الجمل، إبراهيم حداد، كرة مقطوعة، جاد خليل، دوين جاكسون استعراض، دوين جاكسون بتعرض لمضايقة من عمر الجمل. إبراهيم حداد، صباغ، دوين جاكسون، جاد خليل. شوف معركة تحت السلة بين هولمن ورفعت حرب. اكسترا باس هولمن، جابي عجميان ما بيسجل. صباغ، علاء، رفعت حرب، ابراهيم حداد، ابراهيم بيعمل درايف على السلة، ابراهيم حداد. دوين جاكسون فاست بريك، حلوة كتير اللعبة، حلوة كتير اللعبة، 18 نقطة لدوين جاكسون. حلو كتير الباس من جيمي. علاء صباغ، عبد، جاد خليل، خطأ، خطأ من جابي، الخطأ الخامس على جابي، تصور لا التالت، الخطأ الثالث. خروج إبراهيم حداد، دخول موسى شومان لأول مرة بهالمباراة. علاء صباغ بروح على الباسكت، علاء مضايقة من هولمن، هولمن ماشي بغياب أوكيكي، مسيطر على المنطقة، حتى بوجوده كان مسيطر. جيمي سالم، موسى شومان يروح على الباسكت، موسى وين رايح يا موسى؟ وين رايح في هولمن؟ وينك رايح؟ طبعا موسى شومان لعب فريق دينامو السابق، اكل 3 بوينت، صباغ ما بيسجل، تدخل وبتخرج الكرة. جاد خليل، جابي عجميان، دوين جاكسون بيخسر الكرة، موسى شومان، جمل ووكينج، عمر الجمل لازم تطج، عمل ثلاثة با عمر، بالإعادة عمل ثلاثة. خروج عابد صباغ ودخول مارك خوري. شوف جاد خليل عم يتفاعل مع جمهور هومنتمن. دقيقتين ونص على مرور الربع الأخير، 70-41، 29 نقطة فرق. جيمي سالم زي ما لا معركة تحت السلة بين هولمن ورفعت حرب. جيمي سالم كرة بيخسرها، رفعت حرب، صباغ استفيد وتحت السلة مش موجود هولمن، يلا يا رفعت ما بيسجل هولمن. جاد خليل، دوين جاكسون، جاد خليل اكل 3 بوينت، جاد بيسجل، جاد خليل اكل 3 بوينت، اولى نقاطه بالمباراة بيخترع عن اكل 3 بوينت جاد خليل. هيدي ثلاثيته 17 لجاد خليل بالموسم، عنده اكل 3 بوينت نسبة 33% قبل هالمباراة،
كان عنده 16 من 49. عمر الجمل، مارك خوري رفعت حرب ميد رينج شوت، مارك خوري عم يعمل التب ما بينجح. جاد خليل بدافع لموسى شومان، جاد خليل كادوا يخسر الكرة، دوين جاكسون حلو كتير الباس يا دوين، باسكت ان جابي عجميا نقطة الرابعة، كتير حلو الباس من دوين جاكسون. بتحضر للدخول، بيدخل اوكيكي وبيدخل ايضا زين مخزوم بدل ما رفعت حرب وعمر الجمل. ومن ناحية فريق هومنتمن جيمي عم يخرج وبيدخل بدلا منه تانيوس عقيقي، 75-41. جابي عجميان بيسجل، جابي عجميان نقطة الخامسة. مارك خوري، موسى شومان عم درايف على السلة، موسى شومان يعني عمل الصعب وصل على السلة وزحط الطابة من ايده. دوين جاكسون هاكي ثري بوينت، دوين جاكسون ما بيسجل، زين مخزوم اوكيكي تعرض البلوك شوت من هولمان. جاد خليل هاكي ثري بوينت، جاد خليل للمرة الثانية ما بينجح هالمرة. جاد موسى شومان 76-41، اخر خمس دقائق من عمر المباراة. موسى شومان زين مخزون، ستة وسبعين واحدة واربعين. طبعا هومنتمن بطريقه لتحقيقه انتظاره السادس، وقبل خمس هزائم. هولمان كرة طويلة عليه، موسى شومان صباغ بيسجل، الصباغ علاء صباغ نقطة التاسعة. دوين جاكسون صباغ رايح على الباسكت، الصباغ ما بينجح انه يسجل هالمرة. مضايقة من طانيوس حقيقي كان. سيروج جافاديسيان عم يتحضر للدخول. عليك 3 بوينت عجميان، هولمان تحت السلة، هولمان باسكت ان لعلي هولمان. بعده عم يلعب هولمان، 17 نقطة لهولمان. خروج جاد خليل ودخول سيروج جافاديسيان. هولمان 17 نقطة مع 9 ريباوند أو 10 ريباوند. هولمان يسجل أيضا، تايم أوت للمدرب زياد الناطور. تسعة وسبعين 43. طبعا لبنانيا جيرار حديديان 140 نقطة، الثاني هو من ناحية هومنتمن، مارك خوري الرابع ب 128 نقطة. طبعا حصيلة مجموع نقاطهم لهلا بالموسم او قبل انطلاق المرحلة 11. بالريباوند محليا طبعا عم نحكي جيرار حديديان 78 ريباوند قبل هالمباراة، هو الثانية، ومارك خوري الثالث ب 76 ريباوند مجمل عام. طبعا بالاسيست جاد خليل ناحية هومنتمن هو الرابع لبنانيا بعد علي مزهر وجوي زلعوم ووائل عرقجي، او مثل بعض هو وائل 40 اسيست.
عند 3 بوينت جاري شيفيشون كان معه 17 قبل انطلاق المباراة، صار معه 18 وبالصدارة جاد خليل الثاني 17، عزيز الثالث ب 16 ثلاثية. موسى شومان بسجل، موسى شومان أولى نقاطه بالمباراة. بسجل جابي عجميا 7 نقاط لعجميا، 81-45. موسى شومان صباغ ماركوري ميدرين شات، ماركوري ما بيسجل، ماركوري 11 نقطة في هالمباراة. مع 8 ريباوند دوين جاكسون، فانوس عيقي جابي عجميا، هذا باس ولا عم بتشوت يا جابي؟ طبعا قصده كان تمريرة. اوكيكي موسى شومان اركي 3 بوينت ما بيسجل، ريباوند دوين جاكسون، سيروج افيديسيان، سيروج دوين عم بيقاتلوا بعضهم لاعبي هوبس. ماركوري راح استعراض، رايح لتسجيل نقطتين جديد 13 نقطة، بصير رصيد نقاطه. دوين جاكسون سيروج اكي 3 بوينت، سيروج ما بيسجل، ريبوند لمارك، موسى شومان زين مخزوم بيعطي الصباغ اركي 3 بوينت، ماركوري ما بيسجل، ريموند لزين، باسكت استعراض كتير حلوة. اوكيكي نقطة الرابعة، استعرض اوكيكي باخر دقيقتين. كيفورك عم تحضر الدخول هون، جابي عجميا اركي 3 بوينت بيسجل، جابي عجميا نقطه العشرة. فانوس عيقي تروح للكرة، طبعا موسى شومان بس بريك، موسى شومان بيخسر الكرة، دوين جاكسون، دوين جاكسون لهولمان تحت السلة، هولمان استعراض ممتاز من هولمان وباس رائع من دوين جاكسون. هولمان ذكرتنا بالدنك الممتاز اللي عمله أمام فريق بيبلوس، عم نشوف بالإعادة دوين جاكسون، هولمان رائعة رائعة من هولمان، 20 نقطة لهولمان. ماركوري آخر فتنا بآخر دقيقة طبعا تحت السلة، ماركوري سيروج أفيديسيان جابي عجميا،
إذا نهاية المباراة بفوز طبعا فريق عمانت من 86-49 طبعا على فريق هوبس 86-49 طبعا عمانت من انتصار السادس بينما هوبس خسارته التاسعة. خليني اخذ سريعا كوتش جو. اول شيء مبروك نتيجة كبيرة 5-5 صرتوا 6-5. كيف شفت هالمباراة وقديش زاك لوفتن هيعطيك خيارات اكثر من الراحل؟ لا نحن من كل التوفيق لوالتر هودج، بالنهاية هو ربحنا بطولة لبنان ولازم نعلق له جيرسي وأكيد رح تجي وقتها ونعلق له إياها. نحن منا أوفنس لأنه شفنا هالبطولة بدها كتير أوفنس. شفنا أنه كل الأجانب اللي بحطوا سكور يلي عم يلعبوا ثلاثة أجانب رح يتوفقوا. سو منا سكورر هلا بعد ما فات بالجو مبارح اجا وواتيفر عنده وقت، بس بصير عندنا اوبشنز اكثر، صار في يلعب كومبو، في يلعب 1، في يلعب 2، بصير عندي خيارات اكثر. زادت خياراتك صح. وإلي هولمان عم بيتحسن شوي وشوي يصير ان شيب ليقدر يعطينا بوست اب بلاي. مباراة الجاي حكمة مباراة كثير كبيرة عندكم. كثير كبيرة، في هلا ما عندنا جمهورنا بس اكيد رح يكون معبى جمهور من الاولاد الصغار واكيد بيكونوا خير بديل. بس نحن هلا رايحين على دبي، كل تركيزنا على دبي، مثل رح نعملها مثل معسكر، ما في بريشر علينا. صحيح. كل مباراة رح نحضرها مزبوط لنصير ريدي لجيمات لبنان القوية. بدي اشكرك كوتش جو، ما بيطول كتير عليك. طبعا خليني نروح لجاد خليل كمان. جاد كنت عم بحكي مع كوتش جو صح عن زاك لوفتن، قديه زاد لكم خيارات؟ يعني طبعا قال لازم يتعلق له القميص لوالتر هاج بمزهر، بس أكيد نحن بحاجة للاعب سكورر. أول شيء زاك لوفتن قديه حيكون إضافة لكم وقديه زاد لكم الخيارات الهجومية أو حتى على الديفنس؟ أول شيء كتير مهم أنه زاك سايزه كبير، يعني هذا اللي كنا عم نعاني فيه بين أنا وولتر، عم نكون أقصر من غيرنا. زاك عم بيفتح لنا مجال نكون ديفنسيفلي مش صغار بقى، هذا أول شيء. تاني شيء الستايل اللي بيلعبه زاك كتير بيلبق مع كوتش جو، كتير بيلبق مع طريقة هومنتمن كيف تلعب. اليوم بعتقد فرجينا مثل ما بيقولوا لمحة صغيرة عن كيف فيه يكون الفريق وكيف رح يكون بدبي. إن شاء الله رح تكون بطولة كتير مهمة لقلنا نلعب جيمات سريعة ورا بعض، بيلقى الكيمستري تنرجع نخلص مثل ما بيقولوا البارت المهم تبع السيزن. عندكم بس ترجع من دبي يعني بعد شهر فينا نقول أو صح. عندكم الحكمة، بكير نحكي عن الحكمة، بس بديت ملك توفيق لك وفريق هومنتمن طبعا بفريق أو كل فرق لبنانية بدبي. حبيبي راو إن شاء الله بتكون مثل سنة الماضي مربع ذهب مزين بالفرق اللبنانية. عملت فينال سنة الماضي مع دينامو أنت. يلا إن شاء الله السنة منطورها أكثر. شكرا لك جاد خليل. خلينا نروح سريعا لجيمي، جيمي سالم، ست نقاط مباراة اليوم. جيمي كيفك اول شيء؟ الحمد لله منيح. انت منيح جيمي؟ 6 وين 5 لوز صح طبعا. زاك لوفتن سالت جوم جاعس وسالت جاد قد ايه حيكون بلس لكم، قد ايه حيكون عندكم تشويس هجوميا اكثر. برايك انت لعبين معه انت لعبين ضده لعبين معه جاد سنة الماضي، قد ايه حيكون مفيد وجود زاك لوفتون؟ قديه اذا رجع ان شيب طبعا هولمان قديه رح يساعدكم؟ ليك شو بيفرق اكيد وولتر عن زاك؟ اول شيء بدنا نشكره لوولتر على كل شيء عمله، واكثر شيء بدنا نشكره عليه انه هو ضحى بهيدا البوزيتيف شوك تيصير تنقدر نحن نجيب زاك لوفتون. سو هيدا اكبر ثانك يو فينا نقول له اياه. زاك لوفتن اشهر من ان يعرف، لعبته اشهر من ان تعرف، انت بتعرف شو بيجيب على حيالله فريق بيروح عليه مش بس صحيح. على فريقنا سو اوفنسيفلي نحن صرنا كثير منيح خصوصي بالروتيشن، صار عندك بيج جاي فيك تلعب بيج لاين اب مع دي جي وهولمان، فيك تلعب سمول لاين اب بس السريعه يلي بتجيب نقط سريعه. سو زاد الخيارات اكيد، زاد الخيارات اكيد وصار عندنا ثريت اكبر.
بس نحن مش هيدا اللي عتلانين هم، ومش الميل الهجومية، نحن على الميل الدفاعية. بعتقد اليوم عملنا great adjustment. صحيح. ما بعرف قد خلص سكورهم، بس 46 49 نقطة ليحطوا فريق هوبس بأرضهم. بعتقد هذا الكريدت لازم يروح لنا defensively. صحيح. شكرا لك تماتن، بالتوفيق لك بدورة دبي. فين ياخذ حدا من هوبس زميلنا نمر ما بدون يحكوا. طيب انا بدي اشكر طبعا كل اللي تابعونا عبر صفحه بيروت سيتي او اس بي اي. هومنت ما قدر ينهي المباراه بتقدم وبفوز 86-49، تحقيقه انتصاره السادس ببطوله لبنان لكره السله مقابل فريق هوبس، بتلقى هزيمته التاسعه. طبعا ما شفنا جيسي جونز بالربع الثالث والرابع، بدنا نشوف اداره هوبس شو حتاخذ خياراتها بالايام المقبله، رح تجيب اجنبي الثالث ولا لا. انا وياكم بدي انهي نقلنا المباشره اليوم. طبعا بكره عبر اس بي اي معهد انطوني الرياضي مباشره من الانطونيه، هل رح يسال الرياضي او الانطونيه رح يجدد فوزه على الرياضي بعد ما ربح عليه بالمناره بالذهب. شكرا والى اللقاء.